لحظات وترفع الراية استعدادا للانطلاقة. فتحت البوابات واندفعت الجياد على بركة الله لتبدأ أجمل حكاية ربما لا يرويها جامع الذي بدأ بانطلاقات السريعة وأبا النسور يأتي في المرتبة الثانية مع أيضا صوجان يأتي في المرتبة الثالثة مع بقية الجياد التي تتسابق على زمام الصدارة، ولكن رائدها جامع ما شاء الله تبارك الله يحاول أن يجمع المستوى والنتيجة في هذا الشوط بظهور رائع وظهور جميل مع لزيزة التي تأتي في المرتبة الرابعة بدأت بالتقدم، وكذلك أبا النسور يأتي في المرتبة الثانية من الداخل، وخرس يأتي في المرتبة الثالثة، جامع يتمسك بالصدارة بكل ريحية يحاول أن يحافظ عليها مع أيضا ناصر الميدان الذي بدأ بالتقدم شيئا فشيئا، ولزيزة تأتي في المرتبة الثانية بالشعار السماوي، وأبا النسور يحافظ على المركز الثاني مع بدايته الأربعمائة متر الأخيرة. مشاهدينا ضيوفنا الكرام الأحمر يبدأ بالطيران عبر جامع، جامع إلى المركز الأول، جامع أليكسيس مورينيو يدفع بجامع بالشعار الأحمر سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز إلى المركز الأول، رحلة أرقام الملاك بتصاعد مع جامع على خط النهاية. وفي المرتبة الثانية فيوري ما شاء الله